تيبان شي بنات وانا ما لعبوش في صغار وما غيره. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلك انت الاول. وما تنساوش الخوت تفعلوا مع الفيديو وخليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو. نقول لك اهل العقول في راحه، لكن انا مع زواج عن حب، لانه الحب للشجعان، انا ما بحبش الراحه. صحيح هو الزواج عن حب يخوف، يخوف علاش؟ فيه ريسك، لانه انت صوره الشخص تراها مضخمه، ما عاد تشوف العيوب. كي توليو تحت سقف واحد بشويه بشويه تكتشفوا، خاطر تحت سقف واحد كل شيء باش يبان على حقيقته، وبالتالي تولي ترى صفات اخرى وتكتشف صفات، تولي فما صفات اخرى تركز معاها. هذاك علاش اللي عرسوا عن حب اغلبيتهم لازم يتوفر مع النضج، لازم يتوفر الذكاء العاطفي. تحب الشخص لكن تشوف فيه الشخص هذا، هل هو نجم نعيش معاه، نجم نبني معاه عائله، نجم يكون بو صغاري، نجم نتفاهم انا وياه، نجم نبني مشروع معاه، مشاريع معاه في الحياه. عندها الحق في الهضره كل اللي قلت. لا لا ما نقول شي حاجه دوي، راه خاسر عليك رزقنا معلم. ماشي انت هو الضحيه، احنا هما الضحايا. غير اللي مع راسك يا وليدي، ما حس لا بمازوت لا بغلا لا بمعيشه، ولا على الخوين ويلي 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 على العينين. عني انت فين زرعتي الشعر فين؟ انا ما غنديرش وصفات طبيعيه الركابيه، حيت انا الا كانوا ركابيه كحليل، حيت انا لوني زرقاء، انا لوني زرق، سي نورمال غادي تكون الكوع ديالي كحل وغيكون هنايا كحل. الا هنا الحمد لله درنا ليه لاصير عتقناه، دونك هنايا الركابي ما يمكنش يكون بيض، حيت انا زرقاء. وعندي واحد خالتي الله يحفظها لينا، ما تبغينيش نقولها طرا، ولكن غنقولها. خالتي ملي عقلت عليها وانا كنت صغيره، اي خضره تقرضات كنلوحوهاش، هي كتهزها تلقاها مطلصه هنا، تلقاها مطلصه في وجهها فين ما كان، وباقا زرقاء، باقا زرقاء الى يومنا هذا، وباقا كتطلص الى يومنا هذا، وباقا زرقاء. خالتي ثقه في النفس، المال ثقه في النفس. كلشي في تيك توك يهضر على هذا القرار اللي صراحه صادم. تخيلوا معايا، لو سينا ا دوني سون اكور ا لاكتيفاسيون ا ديستانس دي كاميرا دو تيليفون، وماشي غير الكاميرا اختي، حتى الميكرو، وماشي غير التليفون، حتى لورديناتور ديالك. تخيل معايا انت جالس في الدار وهما اكتيفيين الكاميرا والميكرو ديالك وكيسمعوك وكيشوفوك شنو كدير. قال لك هذا الشيء فقط للناس اللي شاكين فيهم ديال الاي وما جوارهم، ولكن فينا هي الحريه؟ فينا هي لا في بريفي؟ انت جالس في دارك مع مرتك مع ولادك، والناس كيشوفوا فيك وكيسمعوك شنو كتقول. اون بلوس سينا تعطي لاكور ديالها على هذا القرار اللي انا نهار سمعته ما كانش عندي شك حتى 0.00، قلت غيرفضوه، ما قلتش غيقبلوه ابدا. ويتقبل هذا في بلد الحريه، بلد ديمقراطيه، شاكين فيك ياكتيفيو لك الكاميرا، ياكتيفيو لك الميكرو ديال التليفون كل بيسي ديالك، وانت ما سايقش الخبر. شرا بصح لي كنقول والله راه دابا انا شحال من مره وقعت لي كنكون جالس مع شي حد ولا في الدار كنهضروا على شي موضوع، كنهضروا في شي حاجه، من بعد ملي كندخل مثلا للتيك توك ولا كندخل للفيسبوك تيطلع لي الاشهار ديال داكشي اللي كنت نهضر فيه انا. شنو هادشي؟ واش النمل هذا ولا الدب؟ انا شنو العجب؟ النمل هذا الجراد واقيلا، هذا الشيء يبان ليا الجراد واقيلا. نمشيو ناخذوا حولي مفاجأة لواحد العائلة اللي كان ولدهم عرض عليا في رمضان، معنا ساكن بوحدي، قال لي نجيو نفطروا عندنا انت واسماء، وكنا أول مرة غادي نشوفوهم. والغريب في الأمر أن إن فوا سالينا الفطور هما يديروا لي مفاجأة في عيد ميلادي، ما كنتش متوقع والو، عرفتي شحال ديال الأحاسيس ومع البساطة عندهم، وداك الشيء كان زوين. هابي فيرثدي تو يو.
والله الا بزاف هاتي سمعين كتسمعي سبعين سمعين قد المش سمعين قد المش ان شاء الله طاقه الله بلا شكرا بسرعه الاثمنه اللي كاينين ما بين 60 80 واه 2000 بحال هاد الناس غير بعدوا اليوم. هاي اليوم غادي نهضروا على توكسيك ريليشن شيبس، العلاقات المسمومه. كيفاش نعرفوا راسنا توكسيك ريليشن شيب؟ الحاجه الاولى هاد الانسان اللي انت ولا انتي معاه انسان كيفكر غير في راسو، كيبغي راسو هو الاول، ما كيبغيكش انت ولا انتي، حيت يقدر يسحب ليكم واش كيبغيكم اللي كرام كيبغيكمش، كيبغيو راسهم هما الاولين. هاد الناس هادو كيبانوا ظريفين فاش ما كتكونش كتعرفهم مزيان، كيجيوكم صوابين كتقول كيفاش انسان ظريف والمصواب يقدر يكون الوحش اللي غادي يخسر لكم حياتكم كامله. شنو هما المواصفات ديال توكسيك بيبل ولا كيفاش تعرفوا راسكم في علاقه توكسيك؟ الحاجه الاولى هاد الانسان اللي كتكون معاه في هاد العلاقه كيبعدك على كاع الناس اللي كتبغي، صحابك صحباتك ماماك باباك خوتك. في الاول كيجيك هذاك الشيء عادي، بالعكس كيعجبك الحال، كتقول تلاقيت مع انسان ولا انسانه مزيانين ظريفين الله يعمرها دار، عطيني واحد الوقت خيالي. كيبقاو كيهضروا معاكم كل دقيقه حل بقات الكمارت هذه الماكياج. مشيت البنكة باش نخرج فلوسي 4 مليون باش نحل بروجي، كتفاجئ انني عندي 42 درهم من 4 مليون. ممكنش نعاود لكم، ما نعاود لكم الاسعار كامله. هي بس نبر تزدت لها 10 مليون شهر 5 مؤخرا. هي بس نبر تزدت لها 3 مليون مؤخرا من بنك السياج. 4 مليون باش نحل بها بروجي، 4 مليون ضربت فيها تمارة، 4 مليون وانا كنجمع فيها، 4 مليون مشات ليا هكاك تخسر عليا. شوفي لما انتي كتبرسيها لابليكاسيون ديالك كتبرسيها. دابا انا في واحد الحاله هي سيريا فهمتوا ما هي امي ما كايناش با ابسون للاسف. خويا صغير كاش لي لي واسيك الحمد لله، بصح الحمد لله حنا كنطيحوا حتى النوطو باذن الله. العجب كيفاش تمشيو لهاد الفلوس هادو ما فهمتش، واش تفهمني هاد البلانه اللي كيفاش تمشيو لهاد الفلوس؟ واش شي واحد كيدخل ليه كيهز له التليفون ديالو كيدخل لابليكاسيون تيبرسي منها الفلوس؟ ما عرفتش فهمتش انا، ما عاودش لنا الطريقه كيفاش تنصب عليها. هادو هما الخواتات ولا بالك ولا حيد بالك. هلن شو مالك صاحبي الله يفتح جوانبك واش اللي يضربها صاحبي؟ دقيقة الله يهديك سكينة صاحبي وخليها شويتيها قلت لي والله لا تفكيت معاك اليوم سكينة Thank you.
كضرب بيدي رجليها. انا السلام عليكم خوتي خواتاتي بنادم بنادميين، انا خارج بنيابه عن صحابي الاخرين القروش، عيقتوا علينا بنادم عيق علينا، راه ماشي كنا بحال راه ماشي كنا خايبين، ديروا شويه ديال الاستثناء الله يرحم الوالدين. السيد راه كان فيه الجوع وفارق وسط ديالو تلاقى مع داك خونا ما تفاهمش هو وياه، صافي راه وقعت الواقعه، الفرده راه مشى مظلوم داو الزوه حطوه من تما ما لقيناش، كنقلبوا عليه الفرده ديالنا مشى مظلوم، حنا دابا ما باغي لا زكا لا والو، ما باغي لا صداع لا مشاكل لا والو مع بنادم. وشفت شي شفت شي وحدين عاوتاني تيقول لك اجي لا خرج داك القاش شدو من نيفو، هضره خاويه، راه شدني شي واحد من نيفو نحيد لمو الوتان ديالو، راه باقيين ما عارفينناش، وشي فيديوهات كيخرجوا راه حنا هذوك القروش راه ما كنعرفوش بهم، هذوك راه ماشي هذوك ماشي منا، بحال دابا بنادم كاينين اللي قايد دوك القروش اللي كيبقاو يشدو من نيفو ويدوروهم، هذوك راه ماشي منا، راه ما كنعرفوش بهم قروش، وسيروا شوفوا شكون هما هذوك، خريامنا ولاو كيطيحوا بين يدي وبين الطرولات، ماشي حشومه، قرش انا كنت بهيبتي صباح الأقحوان وصباح شقائق النعمان، كما يحل للأحبة الأوفياء أن أصبح عليهم ولو كره الكافرون. تحياتي لكم. بنادم ممتي تبارك الله عندهم على اللغة العربية. حوالي 90,000 كيلو، 69 كيلو. المهم بزاف هادشي يا صاحبي، يدا بزاف هادشي وحق الله.